دلوقتي قدامكم كروت، كل واحد قدامه ثلاث كروت. أسس هتكشف الكارت لما اقول لك مكتوب فيه مشهد. مكتوب حلو. انت المفروض تمثل المشهد ده لثروت، وثروت يعرف اسم الفيلم. ماشي. والعكس. ماشي. اوكي نبتدي بأسس. انا فاشل قوي في التقليد والعد لا مش هتقلد، مثل ماشي. المشهد ماشي. يا وسوس ده مشهد في الحمام ده ولا ماشي. عرفت وفاء، حبيت وفاء، وفاء وفاء وراحت وفاء، وعرفت ست الحتة وحبيت ست الحتة، ست الحتة ست الحتة وراحت ست الحتة. مين؟ سليف الجامعة. اوكي صح. برافو عليك. صح. يلا ثروت. بوليس وقالوا لهم سلطان غني عن البراءة، سلطان خلاص، سلطان مسك مسدس وتعلم يدوس على الزناد، سلطان قلبه اتحجر ومش هيرحم ابدا ابدا ابدا. بعديها اسم الفيلم والراجل. لا 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 ممكن اقوله لك بس باداء. ابدا. ارجع للبوليس قولي له سلطان غني عن البراءه، سلطان خلاص، سلطان مسك مسدس وتعلم يدوس على الزناد، سلطان بقى مجرم خلاص. كلبش. مش عارف. ارجع للبوليس. جعلوني مجرما الاستاذ فريد شاوي. كده 1-0 ماشي لثروت. ماشي يلا اسكس. انا ماشي. انت بتاخد كام في الشهر؟ 7 جنيه. 7 جنيه في الشهر؟ في الشهر. عندك اولاد؟ سبعة في الشهر؟ في الشهر. 7 اولاد. امك موجودة؟ موجودة. موجودة. حماتك موجودة؟ موجودة. ادي رخرة هذا معانا. ادي رخرة هذا معانا. عرفته اللي شايف ما شافش حاجة. طبعا. شاف انصارت يا جماعة. على فكرة انا اسهل والله العظيم. صح معاك حق بس اللي جاية صعبة دي. البدل. ماشي. اول ما نشخلل الشخاليل ونشمرق الشواري هتسقسع البصاري وحنشفك دغري. محمود عبد العزيز. برافو يعني حينك. اقبضك. صح. فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ الكيف. برافو عليك. صح. يلا يا انا حيرتك تاني يا شيم. زيك ده ابراهيم الابيض استاذ محمود عبد العزيز. انت داخل في عقلك انك ممكن تضحك على زكي بشكها؟ هو انت مش حامل زكي بشكها فوق لنفسك. انت مش حامل زكي بشكها ابدا. انا هخرب بيتك لما تروح النادي. انا بشكها وفنان. ايه اسم الفيلم؟ ايوه اسم الفيلم. المليونير. برافو عليك. صح. برافو عليك. برافو يا اسود. صارت ايه من الافلام دي لي ذكرى معاك في الثلاثة دول؟ أو من كل الأفلام؟ أو من كل الأفلام، لا كل يعني شايف ما شافش حاجة دي أنا اتفرجت عليها كتير جدا طبعاً. جدا طبعا كلنا حافظينها. هي بقى والعيال كبرت ومدرسة المشاغبين يعني يمكن حتى جينا اتربع عليها لأن هي كانت بتذاع كتير. الأفلام الأبيض والأسود طبعا أنا بحبها جدا طبعا من أول الكيف. طيب فيلم إيه؟ الكيف. فيلم الكيف ده مشكلة طبعا. مين اللي كاتبه؟ محمود ابو زيد. صح. وعلي الحمي. وعلي عبد الحميد. لك الحمي ممكن قاعد على الدرام. ايوه هقول لك الحمي. طيب يا حلو بانت لبتك اول مدابت قشرتك تحرم عليا محبتك وراح اتوب عن قشرتك القلب منك مليان جفا. قول اسكابوني والصفر من قلبي جفا وضاع معايا كل الصفا
ضيعته بعندك يا قفا يا قفا. ما هو ده التجديد. كل الناس بتغني المعيون والرموش والبق.